شهدت مدينة شخونهوفن الهولندية صباح يوم السبت 24 سبتمبر 2016 مبادرة من نوع خاص من تنظيم مؤسسة بنك الغذاء بنفس المدينة، والذي تترأسه الناشطة الجمعوية السيدة ملكة المريض. هذه المبادرة التي تتمثل في غسل وتشحيم السيارات بمقابل مفتوح خصصت مداخله لتقديم المساعدات الإنسانية في المدينة. بنك الغذاء لمدينة شخونهوفن يقدم معونات متمثلة في الأكل والشراب ل 200 أسرة ذوي الدخل المحدود بشكل أسبوعي. وجل مداخل هذه المؤسسة تعتمد فقط على التبرعات، والتي تجعل الناشطة ملكة المريض دائما تفكر في كيفية جمع المساعدات عبر أنشطة مختلفة ومتنوعة. بنك الغذاء لمدينة شخونهوفن يقدم معونات متمثلة في الأكل والشراب ل 200 أسرة ذوي الدخل المحدود بشكل أسبوعي. وجل مداخل هذه المؤسسة تعتمد فقط على التبرعات، والتي تجعل الناشطة ملكة المريض دائما تفكر في كيفية جمع المساعدات عبر أنشطة مختلفة ومتنوعة. السلام عليكم، انا ملكة المريض من مدينة شخونهوفن. الأي ديالنا عنده 8 سنوات، فكل عام كنا كنديروا نفس الفكرة، لكن دابا اليوم 3 سنين بهذا العام، رحنا 3 سنين ملي درنا هذه الفكرة متميزة على الجمعيات الاخرين. فهدف من الجمعية ديالنا عندها 200 أسرة، فاحنا كل اسبوع كنمولوها. فحنايا يعني كنحاولوا ما امكن نجمعوا مال، يعني كنبغيو نعتمدوا على راسنا. كل مره كنديروا شي اكسي وباش نجمعوا به المال، هذا هو الهدف ديالنا من هذا العمل. فكانت الفكره وتكلم عليها كل شيء الاعلام الهولندي، الحمد لله، والراديو وهذا. فاحنا سعداء بهذا العمل، وحطوا فكنعطيو للناس قهوة، أتاي، حلويات، فكله يعني بالمجان. تم الدعوة للحضور في هذا اليوم التطوعي الذي ينظم فيه البنك الغذائي لبلدية شخونهوفن حملة لغسل السيارات. تشرفت كذلك باستقبال سفير المملكة المغربية في هولندا. إنه لشرف كبير لي ولبلدية شخونهوفن لحضور سعادة السفير معنا هنا. يلعب البنك الغذائي لشخونهوفن دورا كبيرا في مساعدة الأشخاص ذوي المدخول المحدود الذين يحتاجون إلى مساعدات. البنك الغذائي لشخونهوفن يوفر لهم المأكل والمشرب مجانا. عمدة لبلدية شخونهوفن، جئت إذن لأساند مبادرة البنك الغذائي بغسل سيارتي، وبالتالي التعبير عن أهمية العمل الجمعوي التطوعي الذي تقوم به هذه. التواجد ديالي اليوم في هذه المدينة شخونهوفن هو لحضور واحد الفعالية تقوم به واحد السيدة ملكة المريض مع العائلة ديالها، مع يعني الأصدقاء والزملاء ديالها. واحد العمل كيستحق التشجيع والثناء والتقدير، عمل إنساني محض، عمل خيري كديرو كل سنة أظن. وهو يعني هذه الفعالية هذه طريقة لتعبئة كل يعني الفعاليات الجمعوية في هذه المدينة، باش يكونوا في الموعد، باش يعني يرسلوا واحد الرسالة قوية أن المغاربة في هذه البلاد يقومون بعمل خير في كثير من المجالات، عمل لكي يفرض الاحترام ديال هذا المجتمع لهذا المغاربه. وهضرت دابا كنت نتكلم مع السيد عمده هذه المدينه، وعبر لي على الفرحه ديالو، على الاعتزاز بالعلاقات اللي عنده مع الجاليه المغربيه اللي كتعيش في هذه المدينه، وفرحان وعبر على الاستعداد باش يساعدهم باش يقوموا باعمال لي يعني في مصلحه الجميع، في مصلحه المجتمع، هذا المجتمع في هذه المدينه، وفي مصلحه كذلك الجاليه المغربيه.
فانا طبعا حين كنسمع هذا الكلام كيخلق عندي واحد الشعور ديال الارتياح وديال الافتخار، وهو هذه هي الرساله اللي كان دائما كنعبر عليها، يعني عندما التقي مع الجاليه المغربيه يعني يكونوا ناس ومواطنين يعني ايجابيين في المجتمع، كيقوموا باعمال مثل هذه الاعمال هذه اللي كيحبذها يعني المجتمع الهولندي، وكيشوف في المغاربه مكون هام في هذا المجتمع يسعى الى الخير ويسعى الى رفاهيه المجتمع فاش كيعيشوا. واظن هي الطريقه الوحيده لتغيير الصوره النمطيه والصوره المغلوطه الملتصقه زورا وبهتانا بالجاليه المغربيه وبالشباب ديالنا. وكنشوف هنا طبعا ماشي غير مغاربه، كاين مغاربه كيشد اليوم في هذه الفعاليه، وكذلك غير مغاربه اصدقاء اللي كيمنوا يعني بفعاليه وفائده الاعمال الخيريه. وكنعتقد اليوم يعني كله فرحان الهولندي والمغربي وغير المغربي وغير الهولندي، ونتمنى ان بحال هاد الفعاليات غتزداد وغتطور في مدن اخرى باش يكون المغربي يعني محط تقدير عند المجتمع الهولندي. انا جيت هنا من كارواش في المؤسسه فوتسو بانك كريمبنرايت، هذه المؤسسه ديال الوالده ديالي ملكه المريض، اللي هي دابا كتفايت 20 سنه كدير العمل الجمعوي العمل الخيري في هولندا. ودابا حنا من كبرنا ضروري عاود حتى حنا خصنا نساعدوها في هذا الشيء. وكي كتشوفوا دابا عندنا هذا النهار هنايا الناس تجمعوا هولنديين مغاربه. ويقول لك الصراحه دابا حنا كتطلبنا الوالده المساعده، حنا كنعاونوها داك الشيء ضروري. ولكن الوالده ديالنا هي دائما واقفه، فهمتني، هي داكشي دائما كديروا راسها والفكرات اللي كيطيحوا لها وداكشي كلشي كيجيو من عندها هي. ومي كتحتاج المساعده ديالنا كتقول لنا ولادي خصكم داك النهار ديك الوقيته انا محتاجاكم تكونوا فما، وكلشي خصنا نكونوا فما. حنا ملي كنا صغار داكشي علاش قلت لك حنا هي فايت 20 عام كدير العمل الجمعوي. انا نهار دخلت للمدرسه كنقرا، هي دخلت في اول الرات كي كيقولوا له هنايا، هي كان عارف السميه ديالو بالعربيه، ولكن هي ديال دوك الاباء اللي كيتجمعوا وداكشي. هي دائما من الصغر ديالنا هي متبعنا في المدرسه، متبعنا بالمعنى اي هوايه اللي كانت عندنا حنايا كانت كتساعدنا فيها وكتشجعنا فيها. ولكن دابا حنا من كبرنا كتقولنا عاود حتى دابا الوقت ديالي، فهمتني، دابا حتى هي باغيه تدير شي حاجه مهمه، ترد شي حاجه هاد المجتمع. هي عندها واحد الاحساس، انا شي مرات كنبقى حتى حنا كنبقى حايله كنقولها هي من جايه لها هاد القوه، فهمتني. هي ما كتوقفش، ومن كتجي دابا هي بحال كتجي هكا للدار 6 7 ديال العشيه عاد تجي للدار ودير اي واحد دير له خاطره ودير لنا العشاء. ومين كنجيو نتجمعوا على الطابله دونك دابا كتقولي واش هي نقصت علينا، هي عمري ما نقصت حق اي واحد. هي بالمعنى دابا اللي كتقولنا الوالده ديالنا دابا ما بقيتش اي ديالكم، وليت ديال كلشي الناس، ولكن حتى كدير لهم داكشي كيردوا لها بزاف ديال الحب، بزاف ديال الفرح، فهمتني، هذاكشي اللي كيشجعها. هذه المبادرة المتمثلة في غسل السيارات شهدت إقبالا جد مهم، حيث انطلقت فعاليتها في تمام الساعة 10 صباحا إلى غاية 6 مساء. وقد حضر السيد أندريز بونديس عمدة مدينة شخونهوفن وسفير المملكة المغربية بهولندا السيد عبد الوهاب البلوقي قصد تشجيع هذه المبادرة التي استحسنوها. وخلال فعالية هذه المبادرة قدم الشاي المغربي والحلويات لكل الحاضرين مجانا. وللإشارة فإن السيدة ملكة المريض تعتزم على تنظيم أنشطة أخرى مختلفة لفائدة البنك الغذائي.